اخباركم؟ هانيه، كل شيء لاباس؟ كي دايرين مع الصحه؟ كي دايرين مع الصحه؟ كل شيء لاباس؟ عيدكم مبروك ان شاء الله بصحه والسلامه وطول العمر، ويحيد علينا ربي هذا الوباء. كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم الناس اللي في الخارج والناس اللي في الداخل، احبابنا، خوتنا، اصدقاء ديالنا، مبروك عيدكم، تعيدوا وتعودوا. كيف عرفتوا اليوم جيت نشارك معكم الفطور ديال العيد ديالي، ومن بعد غنشارك معكم العيد ديالي كيفاش كندوزوا النهار ديال العيد، كيفاش كندوزوا. ها نتوما غادي ندير واحد شويه ديال الشبه والحرمل، فوالا. نبخروا الدار اختي، نبخروا الدار اختي اختي، نبخروا الدار اختي. فوالا، وخلات نشارك معكم طبرات الفطور ديالي. درت واحد الحلوه البارح في الليل حتى جيت من الخدمه مع 9 الليل 12 الليل، انا باقا كندير في الحلوى، وضروري اللي فيه شي بيت فيه اللي مولف بالعادات والتقاليد. واخا العيد كيقول لك العيد ديال الحولي ماشي عيد الحلوى، مي كوميم بنادم حنا كنديروا الحلوى، كاين اللي كيدير الحلوى ماشي يعني كيقول لك عيد اللحم ماشي عيد الحلوى، كاين كيدير العيد الفطور ضروري تحطي شي حاجه في اللي عندك في الدار وداكشي وتزيدي حليوه. درت واحد الحلوى ديال الكوكرافيت اللي جربتها معكم، الفقاص، درت هاد الحلوه بحال شكل ديال الكريوش، زوينه غزاله، غير عتي بنينه. كان عندي رزة القادي ودرت شويه ديال الحليوات وبريريت ديال اتاي وخلاص العصير والحليب اللي بغا والقهوه غادي نوجدها. هادشي اللي كاين خوتي خواتاتي، كنتمنى دوزوا العيد بخير وعلى خير مع حبابكم، مع لا فامي ديالكم، مع وليداتكم، وكنتمنى يدوز هذا العيد بخير وعلى خير. وشكرا شكرا شكرا، وهانتوما معايا دوزوا معايا ونشوفوا القطبان ونشوفوا الكبده ونديروا بولفاف اختي. وشفتوش اليوم انا راه بلا نضادر بوغ اون فوا، كنشوفكم مزيان. وهانتوما معايا خوتي خواتاتي، دابا غادي نفطروا ومن بعد غادي ندوزوا ان شاء الله للشويان، التحضيرات ديال العيد، شنو غادي نديروا وشنو غناكلوا وشنو غادي نتغداو. وهكاكم هذا ديالكم بالصحه والراحه، وهانتوما معايا خوتي خواتاتي، مبروك عيدكم تاني فوا. دابا غادي نشارك معكم التقليه ديالنا، كاينه هنايا ها نتوما شوفوا، كاينه الكرشه ها هي غسلتها، والقلب والمصارن غسلتهم وقلبتهم، ورا كيف صورت معكم كيفاش قلبتهم ومن بعد سلقتهم باش تحيد منهم داك الشيء، غسلتهم مزيان. وخلاص هنا كاينه القرجوطه، كي كتقول القرجوطه الريه، المهم كلها مغسوله مقاده نقيه مسمقه مسقطره ما فيها حتى شي حاجه، ها مسقطره ما بقى فيها والو. ودابا غادي نشارك معكم الطريقه ديال باتيناس. شكون اللي باقي عاقل على لوقيد؟ لوقيد يوم ماوك يا بلو لي زاليمات كوم سا. نديرو يا لالا الكوكوط ديالنا، نديرو الزويته تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت، نص كاس، ونديرو هذه التقليه ديالنا، خلاتها بشويه بشويه تبارك الله ما شاء الله هكذا. يمكن اللي غادي ندير هذا الكبير، نزيدو البصله تقريبا واحد البصله كامله كبيره، نديرو الثومه واحد 3 د الفصوص ديال الثومه. هذه كتبغي
الثومه والبصله بزاف، نديرو تقريبا واحد المعلقه نص معلقه ديال الملحه، ما ديروش الملحه بزاف من بعد ذوقو لان غيكون المصير وغيكون الزيتون. نديرو واحد نص معلقه ديال البزار، نص معلقه ديال التحميره التقليه كتبغي العطريه، حيت انا دابا هذه دايره عندي بزاف ما عنديش واحد الكميه كثير قليله. نديرو معلقه ديال البزار، سكينجبير كتبغي هي تقليه سكينجبير، ندير شويه والخرقوم، ها انتوما معلقه صغيره ديال الخرقوم، وانا كنبغيها شي شويه محرره كندير رويس ديال المعلقه ديال الحار، كتبغي هي شويه تجي شويه حاره. وخلاص هنايا القزبر ومعدنوس ديالنا تقريبا واحد 4 د المعالق 3 د المعالق ونص ديال القزبر ومعدنوس، كاين اللي كيدير غير القزبر، مي كل واحد وطريقته كل واحد وهذا ديالو. وتحرك مزيان حتى تشحر مزيان، ما يبقى فيها حتى شي قطره د الماء، تشحر مزيان حتى ما تبقى فيها حتى شي قطره ديال الماء، لان هي غادي تطلق دابا بالماء مع البصله وداكشي. ومن بعد ها نتوما غادي نزيد نجهد عليها البوطه حتى تشحر مزيان وتقلى مزيان، ومن بعد عاد ندير الحامض المصير باش يطيب معاه الحامض المصير مزيان كوم الفو. وها نتوما معايا هنا صافي، ها هي تشحرات، ها نتوما تشحرات في ديك المويه ديالها، ها هي تشحرات مزيان. دابا انا غنزيد المصير ديالي، ها هو، لان كتبغي ضروري انا كتعجبني تكون محمضه تقليه ديال العيد، كتجي ما تندير فيها لا حمص لا والو، كتجي غزاله محمضه. ومن بعد كنزيد واحد جوج كيسان ديال الماء، جوج كيسان ديال الماء ديال العنبه، ها نتوما ديما الانسان يكوب في الجنب ديال الكوكوط ولا ديال الطاوه، ما يكوبش في الوسط ديال هذا. صافي كنحركوها بحال هكا، حركوها هالا، ومن بعد كنسدو عليها، بعد كنسدو عليها بحال هكذا، فوالا كنسدو عليها واحد تقريبا واحد نص ساعة، نص ساعة هكاك 25 دقيقة. وها نتوما معايا صراحة عندنا ديك الكبيرة ديال الشوا، من بعد غادي نكملها. بغيت نشعل الفاخر لأن كاين الصاد، الما نموت الصاد، لا غنبغي ندير حرارة. العافية راه عطينا ربي عاد نزيدوها، درت غير هادي دغيا شوية هاد لابلاك، دغيا تشوي هنا في البالكو. هنا كمان مكينة الشميشة، الشمس سخونة شوية، راه باقي الصباح دابا يلا 11 بلاتي توصل ديك 12 ونص جوج. الجوج تشوف الطنطينة بحال في مراكش. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على اللي كتب علينا خدا ربي يا ربي. هانتوما نقلبها، هانتوما من بعد غادي نقسمها بشوية شوية طريفة طريفة كما العادة كامل هذا. انتوما هاك لاباس عرس نهار العيد بالحق، حنا راه في فرنسا كي معيد وشي معرس، الا شي معيد وشي معرس. الحمد لله الحمد لله. انتوما كنشارك معكم الاجواء ديال الدار ديالي وديال العيد ديالي وديال
الجيران ديالي لابيسين ديالهم. هانتوما ها لابيسين كيبان من لهي تبارك الله. الجو زوين هادئ الدنيا بحال تقولي ما كاين حد، بحال تقولي ساكنه غير بوحدي. ونشارك معكم الاجواء ديال العيد. راه عرفتي شنو راه غير عرفتي مخليه هاد القفيطان غير على ودكم زعما على العيد شي شويه سخون لي معليش شويه غادي نحيدو غير نسالي الغداء ونحيدو. كي دايرين نتوما؟ معيدين مزيان بخير على خير؟ اش كتعاودوا شي ملي تندير هكذا ما كتبقاش لا فوتو مزيانه مع الشعه ديال راه صرات تسمحوا لي بعد خلاص كيكون شويه التصوير هذا غير الشعه ديال الشمس. الدار عندي فيها الضو بزاف خصك تكوني هكا عاطيه للشمس بالظهر باش كتكون الصوره مزيانه. وانتوما نشارك معكم العيد ديالي الاشواء ديال الدار. هانتوما انا كونطر الشمس دابا كاينه الظلمه دابا لها صافيه. التقليه ديالي طابت غزاله ولات زبده 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 ما نقول لكمش كيفاش ولات. هيا نصورها لكم دير راسي طيب. هانتوما شتي كيبان لكم شي حاجه ولا لا؟ شتي كي ولات زبده درت لها الزيتون لها الحامض المصيب وهنا شويه ديال الروز كيطيب هو كيطيب. ايوا نتوما معانا نتوما معانا هي ناري هي ناري هي ناري الدبان خاصكي غير تجبدي لي شي حاجه الدبان بقات في هذيك الحك اللي فيها كان فيها الكبده الدبان ما خاصكيش دابا في هذا الصيف تخلي ليه الدبان ما خاصكيش تخلي ليه الطريق من يدوز سورتو مع دابا الصهد ومع العيد ومع اللحم ما تخليش ليه الطريق من يدوز. الا جبدتي شي حاجه دغيا قضي بها ورجعها للفريكو ما تخلي ماكله ما تخلي حتى شي حاجه زعما اش غنقول لكم ديك النهار هجم عليا النمل واحد 3 ايام هجم عليا واحد الهجمه ما نقول لكمش ولكن قضيت عليه بواحد البومبا عرفتي دقه بطله امد ما كملش مسكين ما كملش مسكين ساعه ديال المكانه ما كملش ساعه ديال المكانه درشيت هذا سميتو غاد ديال لي كافار وديال لي فورمي قلت لكم ساعه ديال المكانه كانت الدار عندي كلها دايره دايرين سربو بحال تقولي دايرين تران الماشينه دايرين على الدار كامله وهابطين الكوزينه وغادين في الارض وغادين تقول الله يا ربي داروا لي الديكوراسيون دات واحد الشرط كحل في الدار كامله دايز وحليت البلاكار ولي يدخل ليا البلاكار قلت له ده 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 انت غنلقى لك الحل ها هو ها اللي عنده النمل يشري غاد الله يعمر ليه الدار ما يحيدش من داري. او لي كافار انا ما عنديش الحمد لله لي كافار مي حاجات النمل سورتو النمل شتا فيا حاله واحد 3 ايام ونقتل وما تعجبنيش نقتلو انا ما تيقدر ما تنعطينيش خاطري نقتلو ايوا نتوما معايا. ها نتوما كنقطع شرائح تقريبا باش يطيب من الجناب يطيب من الجناب. ها نتوما نوريكم لي زيتاب كل واحد بطريقته. دابا انا قطعتها شرائح فوالا هنايا ما عندي الناس وكيهضروا بزاف وما قلت لهم ما قدرتش نقول لهم سكتوا. ايوا ها نتوما انا كان ديجا درت لونطري حطيت لهم شلاضه ودابا كنحط التقليه في الطبسيل جات تقليه غزاله ما نقول لكمش. دابا انا كندير المونتاج ومني جيت نشوف لقيتهم كيهضروا بالغوات هي كتهضر والراجل ديالي كيهضر والتلفازه. ايوا قلت ما كاين ما يعجب في هذا الشيء قلت راه نحيد ندير الصوت ديالي نشرح لكم وديك الشيء. هانتوما نصب خلاتها حطيت في الغطار وكنقي شويه كنمسح جات غزاله جات بنينه. وشوف هانت زوقتها بالحامض مصير درت فيها ديجا حامض ودابا كنزوقها بالحامض مصير ودرت فيها الزيتون جات غزاله جات بنينه ارتيكلينا فيها حتى شبعنا. انا عمري ما كناكل ونزيد سوف الغدا تاكلي وتزيدي راتي شبعت والله الا شبعت. هانتوما بالزيتون والتقليه جات غزاله داكشي المقادير اللي درت فيها
ومن بعد هانتوما درت هذا البولفاف بالشحمه، درت بولفاف وجات هو زوين، ورافقته بالروز على ديك السيده مسكينه حيت مره كبيره وداك الشيء، قلت بالنسبه ليها شويه ديال ماشي ما كاينش اللي دام غير باش ترافق، حنا كناكلوه بالخبز وهي اللي بغات تاكلو. والسلام عليكم، باي باي.